موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن حاجة الإنسان إلى تلاوة آيات الله وهي بمعنى المتابعة، وإن كانت المتابعة لا تحصل إلا بالقراءة، ولذا ورد في تفسيرها المعنيان كلاهما صحيح، لأن معنى يتلو يتبع، فلان يتلوه فلان أي يتبعه، فنحن مأمورون بتلاوة القرآن لكي نتبعه، لأن ذلك علامة صدق حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بل في الحقيقة لا تحصل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بمتابعة القرآن ثم بمتابعة السنة، وهي تفسير له وبيان حاجة الإنسان إلى تلاوة آيات الله وحاجته إلى التزكية، إلى تطهير القلب من الإرادات الفاسدة والمقاصد الباطلة. حاجة ضرورية، حاجة القلب إلى تعلم الكتاب وإلى تعلم الحكمة وهي السنة، حاجة أشد من حاجته إلى النفس ومن الطعام، وأشد من حاجته إلى الطعام والشراب، وذلك لأنه إذا منع منه النفس أو الطعام والشراب مات بدنه، ولكن إذا منع منه تعلم الكتاب والحكمة وتلاوة آيات الله عز وجل والتزكية فإنه يموت قلبه. وموت البدن هو ضياع الدنيا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهم لا يشربون فقط، بل يعطيهم الله من الأموال ومن الشهوات ومن الملك ومن العطايا ما يجعل كثيرا من الناس يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي الأغنياء ولو كانوا كفارا. وأهل العلم يقولون: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقى هذه الكلمة في الرغبة فيما عند الله دون الدنيا إلا الصابرون. ثم تزول الدنيا بما فيها، لذلك الدنيا أهون عند الله من جناح البعوضة. كيف وهي من أولها إلى آخرها لا يمكن أن تحصل لإنسان واحد، فضلا عن أنها في زمنه لا تحصل له من أول من شرقها إلى غربها، بل يقتسمها الناس. هل ترون كيف تكون الدنيا هينة على الله عز وجل من هوانها، من هوانها أعطاها للكفار، من هوانها مد في عمر إبليس مدتها، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. هذه الآلاف
أو مئات الآلاف أو ملايين السنين. أعطى الله إبليس هذا العمر لهوان الدنيا عليه، مع أنه عدوه، ومع أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، ومع ذلك فقد مد الله في عمره. لذلك حاجتنا إلى القرآن وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى إصلاح القلوب بزوال الإرادات الفاسدة بإرادة العلو وإرادة الفساد، أو إرادة الشهوات المحرمة أن تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم، بل حتى المباحة لا ينبغي أن تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أرأيتم هذا الاقتران العجيب بين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا؟ إن الأعداء يتسلطون علينا ويأخذون ما في أيدينا ويقتلون ويسفكون الدماء وينتهكون الحرمات ويأخذون المقدسات ويمنعون المسلمين من الصلاة في أغلى مقدساتهم بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعون المسلمين ويدنسه اليهود المسجد الأقصى بسبب أن الدنيا صارت أكبر الهم ومبلغ العلم. لو أننا في صراعنا مع أعدائنا حققنا صلاح القلوب بحب الله والخوف من الله ورجاء لقائه والتوكل عليه، فإن الله ينصرنا. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن خاف مقام الله أسكنه الله الأرض ومكن له فيها وأهلك أعداءه الظالمين من أجله، لأنه خاف مقام الله وخاف وعيده. وخوف مقام الله خوف الوقوف بين يديه يوم القيامة. والله إنها للحظات عصيبة، حتى ولو كان نهايتها إلى المغفرة والجنة. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه، أي ستره، ويقرره بذنوبه، يقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم. حتى إذا رأى أنه قد هلك قال: فإني سترتها عليك اليوم، فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيؤتى كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأوا كتابها. سبحان الله، هذا الأمر العظيم، لحظة يظن الإنسان فيها أنه إلى النار، والله إنها لكافية في خوف الوقوف بين يدي الله. وإلا فمن أدرانا أن نكون نحن الذين يقول الله لنا: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. في الأثر
أن الله أوحى إلى موسى أن قل لبني إسرائيل من أخبرهم أني قد غفرت لهم ذنوبهم حتى يتركوا الاستغفار منها؟ إن حاجتنا إلى تزكية القلوب، تطهيرها ونموها، وإنما تنمو بحب الله والخوف منه ورجائه وخوف مقام الله. وخوف مقام الله عز وجل يشمل أيضا خوف مقام الله على عبده بالاطلاع والسمع والبصر والمشاهدة والعلم. فإن الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأعمالنا هو أعلم بها منا، وذنوبنا هو أعلم بها منا. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، في دعائه يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بك. فانظروا عباد الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فكيف جهلنا نحن، وكيف خطيئاتنا نحن، وكيف إسرافنا في أمرنا نحن، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إذا كان الله قد قال له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذا كان وزر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إنما هو خطأ في الاجتهاد أو فتور عن الذكر أو فعل خلاف الأولى أو نسيان، وليس أنه يتعمد الذنب، يقول الله عنه: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كأنه كسر ظهره. فكيف بأوزارنا نحن عباد الله؟ والله إننا بحاجة إلى أن نخاف مقام الله علينا بالاطلاع والسمع والبصر، ثم بالمحاسبة يوم القيامة. نسأل الله المغفرة، ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. من رحمة الله عز وجل بنا هذا الدين، هذه الشريعة، هذه العبادات، هذا الشهر، هذه الأيام والليالي العشر الأواخر، هذه التي نحن في أشد الحاجة إليها. نحن فقراء إلى الله أن نعبده، وليس فقط أن يرزقنا ويطعمنا ويسقينا ويعافي أبداننا، بل نحتاج إلى الله نركع له ونسجد له ونقوم له ونحبه ونخافه ونرجوه ونتوكل عليه. لذلك منة من الله هذه الأيام والليالي، هذه الأيام والليالي. فهل شكرت النعمة وقمت بحقها؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يطلب الناس الدنيا ليسعدوا ويفرحوا، يطلب المال والشهوة الجنسية والطعام الجيد والشراب الجميل والمركب الفاخر والمسكن الواسع المهيأ كالقصر، وكل ذلك ليفرحوا، وهم لا يفرحون. إنما يفرح القلب
ما خلق له، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحنيف المائل إلى الله، المعرض عن غيره، المحب لله عز وجل، الراغب فيما عنده، الملتجئ إليه، الخاضع له، الخاضع له، هذا هو الحنيف. لذلك التوحيد عمل القلب ثم عمل اللسان والجوارح، وترك الشرك أساس ذلك. لا يتحقق التوحيد مع صرف عبادة لغير الله، ركوع أو سجود أو دعاء أو حلف أو نذر أو استغاثة أو استعانة على الغيب، لا بد أن يصرف كل ذلك لله وحده لا شريك له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، يجتهد في العبادة، يحيي ليله كله، وليس ذلك من عادته، بل كان يقوم وينام كما يقول عليه الصلاة والسلام: ولكني أنا أقوم وأنام. ويحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر، أي لا يعاشر أهله، يترك الجماع ليتفرغ قلبه للعبادة. ولذا قال عز وجل في القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يكون في المساجد وليس في البيوت ولا في غير المساجد، إنما يكون الاعتكاف في المساجد. والاعتكاف يمنع مباشرة الزوجة كما نص القرآن، وذلك لتفريغ القلب لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بإحياء العشر وقيام ليلة القدر، وأن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة عظيمة مباركة، العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. وهل نستطيع أن نعبد الله ألف شهر كاملة بضعا أكثر من 83 سنة، ونحن نحتاج كل يوم إلى أن ننام ونأكل ونشرب ونعمل ونتكلم مع الناس ونلاعب الأزواج والأولاد؟ تخيل هذا القدر العظيم، أكثر من 83 سنة، إضافة إلى أنه لم يقل عبادتها تعدل ألف شهر، بل قال خير من ألف شهر. والخيرية والزيادة عن ذلك لا يعلمها إلا الله، حسب قلوب العباد. الدقيقة منها بشهور من العبادة، تصور كيف يضيع الناس هذه الليالي المباركة. الدقائق معدودة ومحسوبة، فلا تضيع وقتك، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فاغتنم هذه الأوقات، الوقت كنز ثمين،
وأما ليالي العشر كلها فهي كلها غالية حتى ولو لم تكن ليلة القدر. فيكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ في بالاعتكاف للعبادة فيها. ولذلك نقول لا تضيع وقتك في المسلسلات ولا في سماع البرامج التافهة كالمقالب والتي أصبحت علامة مميزة. برامج المقالب ينتظرها الصغار والكبار، والله إنه لشيء عجيب. طفلة من بنات أحد إخواننا قلت في الدرس أننا لا ننظر إلى هذه البرامج، فبعد الدرس وهي بنت 3 سنين 4 سنين قالت سأتفرج على رامز. لا تستطيع أن تترك البرنامج. لماذا؟ لأننا فتحنا الباب. وأما أهل الإيمان فهم يفرحون بفضل الله وبرحمته، ألذ عندهم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والصحيح من أقوال العلماء أن ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر كلها، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما رغب في قيام ليلة 27 وأخبر في سنة أنها ليلة القدر، فكذلك قال لنا صلى الله عليه وسلم: من غلب على العشر الأواخر فلا يغلبن على 7 البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني أراني أسرد في صبيحتها في ماء وطين. وذلك قال لهم في يوم 20 صباحا، فأمرهم أن يعتكفوا 10 الأواخر بعد أن كان يعتكف 10 الأوسط واعتكفوا معه. ثم قال لهم أنه رأى في المنام أنه يسرد في ماء وطين في صبيحتها، ووقف المسرد، أمطرت السماء، فالمسرد مبني من جذوع، سقفه جذوع النخل، فنزلت نقط الماء، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة 21 في ماء وطين. فكانت تلك السنة، وهذا ثبت في الصحيحين، كانت في ليلة الواحد، ليلة 21. وفي حديث في البخاري أن ذلك كان في عام آخر على الصحيح في ليلة 23. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل القرآن 24 ليلة خلت من رمضان. فدل ذلك على أن الأشفاع أيضا قد تكون ليلة القدر، فإنه أنزل في ليلة 24، في الليلة 24. فهذا يدل على أنه الأوتار أرجاء والأشفاء قد تكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى. تبقى يعني من آخر الشهر، فتاسعة تبقى هي ليلة 22، عندما يحسب الشهر على أنه 30، وهذا هو الأصل. فإن ليلة 22 هي ليلة 9 تبقى، وأما 7 تبقى فهي ليلة 24، فلا تضيعوا أي ليلة منها، واستعينوا بالله واجتهدوا. ومن لم يستطع الاعتكاف لأي سبب فليقضي وقته في ذكر الله في بيته وفي الصلاة، ولا يكتفي بالصلاة اليسيرة التي
لا تتجاوز نصف الساعة، فإنها قليلة على ليلة القدر وعلى ليالي العشر. ثم عباد الله، اجتهدوا في تعلم أحكام زكاة الفطر، لأنها واجبة أوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، طعمة للمساكين، تؤدى عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن التوكيل قبل ذلك. وجمهور العلماء على عدم إجزائها قيمة، وإنما تخرج طعاما، وذهب بعضهم أنها مع إجزائها طعاما يجوز إخراج القيمة، فكن محتاطا، لأن الكل مجمع على أنه إذا أخرجها طعاما أجزأت، وإذا أخرجها قيمة فالجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون لا تجزئ ويجب إعادتها، وأبو حنيفة هو الذي يقول تجزئ قيمة مع كون الطعام هو الأصل، وتجزئ باتفاق الأئمة الأربعة طعاما، أو هذا هو الأصل المطلوب. ولذلك ينبغي أن تكون طعمة للمساكين يوم الفطر، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فلا ينبغي تقديمها مبكرا جدا، فإن ذلك قد يقع بعدها من اللغو والرفث ما يحتاج أن يكفر، فاجعلها في آخر الشهر ليكون كفارة من اللغو والرفث الذي قد يكون قد وقع في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.